طيب ده معاد الفيديو المجاني بتاعنا، فقبل اي حاجه شوف محفظتي على البير. تقدر تكسب النهارده في الفيديو ده ارباح كبيره جدا على البير عن طريق الموقع اللي انا هديه لك النهارده، طبعا للمبتدئين بشكل مجاني 100% من غير ما تدفع ولا سنت. كل اللي انت هتعمله هو انك تشتغل على تليفونك او اللابتوب بتاعك ساعه ساعتين في اليوم. فتعالى اوريك ازاي. السلام عليكم. زي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو، النهاردة عرفك ازاي تقدر تكسب بتليفونك بس بشكل مجاني 100% بدون اي ايداع وبدون اي مصاريف وبدون اي حاجة هتعملها. كل اللي انت هتعمله هو انك هتكسب من السوشيال ميديا بتاعتك. كل ما تعمل لايك، كل ما تعمل كومنت، كل ما تعمل سبسكرايب او كل ما تعمل فولو لحد، بتبدأ انك تكسب ارباح. وهنعمل كمان اثبات سحب مع بعض علشان اثبت لك مصداقية الموقع. بس قبل ما نبدأ الشرح بتاعنا، حبيت اقول لك ان الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده عليه مسابقة بقيمة $10. شروط المسابقة بسيطة جدا، انك تعمل لايك وشير وتتفرج على الفيديو من الاول للاخر وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل. حاجات بسيطة جدا مش تاخد منك دقيقة، وهتجاوب على السؤال اللي هيظهر لك على الشاشة دلوقتي وتسيب لي اجابتك في الكومنتات، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هختار واحد وهيوصل له $10 على البير بتاعه الفيديو اللي جاي. وكمان في اخر الفيديو ده هنقول مين اللي فازوا معانا بالمسابقة بتاعت الفيديو اللي فات. فكل اللي انا طالبه منك انك تركز وتجهز مشروبك، ويلا بينا نخش في الشرح العام. طيب اهلا بكم مره ثانيه شباب. اول حاجه هنحتاجها في الشرح ده هو البير. لازم يكون عندك محفظه على البير علشان تقدر تستلم عليها ارباح. دي محفظه طبعا زي ما انتم شايفين محفظه فاضيه، انا عاملها علشان اسحب عليها الارباح، ودي رقم المحفظه اللي بحطه في المواقع. انا عامل محفظه ثانيه اللي هي وريتها لكم في اول فيديو على التليفون، دي المحفظه الاساسيه اللي مش حاطط الرقم بتاعها في اي حته. يعني مش لازم تعمل كده، ولكن دي زياده امان يعني على المحفظه بتاعتك او على فلوسك اللي انت بتشيلها في المحفظه. طيب فدي المحفظه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، افتكروا ان هنا في $0 او المحفظه فاضيه. نعمل ريفرش، المحفظه فاضيه زي ما انتم شايفين. فالنهارده ان شاء الله هنعمل اول ايداع فيها بالنسبه لكم، وان شاء الله هيبقى رقم كويس بالنسبه للمبتدئين وبالنسبه للربح المجاني 100%. فتعالى اقول لك هنشتغل ازاي. اول حاجه هنحتاجها، او هو الحاجه الوحيده اللي هنحتاجها في الفيديو ده، هو موقع واحد بس هتقدر تكسب منه ارباح كويسه جدا جدا، وهو موقع جيتلايك. لو تعرف الموقع ف يعني لو بتعرف الموقع وانت ما اشتغلتش عليه فانت ضيعت على نفسك كتير جدا. ولو ما تعرفش الموقع فانا النهارده هعرفك حرفيا كنز للمبتدئين، هتقدر انك تطلع منه ارباح محترمه جدا جدا جدا. طيب انا طبعا هكون سايب لك لينك الموقع في الديسكربشن تحت، اول ما تفتحه هيفتح لك الصفحه اللي قدامك. بنديك الاول شويه بيانات عن الموقع، فيه كام يوزر. الموقع فيه اكتر من 5 مليون يوزر شغالين عليه، والاكتف يوزر اللي فاتحين دلوقتي حالا في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هم 8900 يوزر. ده معنى كده ان الموقع شغال الى الان، في ناس شغال عليه. 8900 يوزر دول ناس بتشتغل وناس معلنين، ف يعني الموقع لسه فيه تاسكات ولسه فيه مهام انت ممكن تعملها وتكسب منها فلوس، لان زي ما قلت لك الموقع ده قايم على انك بتبدا انك تعمل لايكات، بتبدا انك تشترك في قنوات، بتبدا انك تعمل فولو الناس او بتتفاعل على البوستات بتاعتهم علشان تزود الريتش بتاعهم، وهم بيبداوا يدفعوا لك ارباح على اللي انت بتعمله. فالموضوع بسيط جدا، الموضوع سهل جدا، وده احسن واكبر موقع بيشتغل في المجال ده، وممكن تكسب منه ارباح محترمه جدا 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 غير بقيه المواقع اللي شغاله في المجال ده، لان كلهم ارباحهم قليله مقارنه بالموقع ده. طيب تعالى نبدا الاول ان احنا نفتح اكونت على الموقع بانك تضغط على كلمه ساين اب. هيبدا يحمل ويفتح لك الصفحه اللي قدامك. اول حاجه هتحط الايميل، بعد كده الباسورد، وبعد كده تكتب الباسورد مره ثانيه وتضغط نوت روبوت وساين اب. كده انت عملت اكونت على الموقع وجاهز انك تبدا تشتغل عليه على طول. هتبدا انك تضغط على لوجن وتخش على الاكونت بتاعك على طول، وندخل على واجهه الموقع. واول ما تدخل على واجهه الموقع هيظهر لك المنظر اللي قدامك. طبعا انت هنا هيظهر لك ان انت عندك $0، لكن انا عندي $14 ممكن نسحبهم، وهسحبهم قدامك النهارده عشان نثبت ان الموقع صادق وبيدفع. دي من احسن المواقع اللي شرحتها للربح المجاني. الموقع ده شرحته قبل كده وهشرحه لك تاني، وبعد فتره هشرحه تالت ورابع لاي حد جديد بيحب ان هو يشتغل على الانترنت. الموقع ده هيكون احسن خيار يبدا منه، احسن قرار ياخده ان هو يبدا يشتغل على الموقع ده. طبعا بجانب ان هو يتعلم مهاره معينه تبدا تزود له دخل. طيب اول ما يفتح معاك الموقع ده، دي مش صفحه الشغل او دي مش المكان اللي هتقدر تكسب منه ارباح. عشان تكسب ارباح هتضغط على كلمه تاسك ماركت، الكلمه اللي هنا دي او الرسمة اللي هنا دي، تضغط عليها بالمنظر ده هيفتح لك المكان اللي فيه الشغل او المكان اللي تقدر تكسب منه.
طيب هنا عندك اول حاجه مهام الانستجرام، مهام التيك توك، مهام منصه ثريدز، مهام فيكي، تليجرام، يوتيوب، تويتر، كل دي منصات ممكن انك تعمل عليها مهام وبتكسب فلوس عن طريق المهام دي. طبعا انت ممكن تحدد العمله بتاعتك، ممكن بالروبل او بالدولار. لو حددتها روبل هيجيب لك الارباح، المفروض تجي لك بالروبل، ولكن انا الارباح صار عندي بالدولار علشان انا على طول مخلي العمله دولار. فالارباح اللي عندي دي اللي هي 14 دولار، دي 14 دولار مش 14 روبل، يعني مبلغ كويس جدا للمبتدئين. في ناس بتقول لي ان الروبل عمله ضعيفه، فعشان كده انا جايب لك الموقع ده، انت بتقدر تسحب بالدولار وبتقدر تكسب كمان بالدولار. طيب ايه التاسكات اللي انت ممكن تعملها وممكن تشتغل عليها ازاي؟ انا طبعا اي تاسك هتعمله او اي منصه هتشتغل عليها لازم تكون رابط اكونت بيها، وطبعا ما انصحش انك تربط الاكونت الرئيسي بتاعك، لازم تعمل اكونت للشغل وتعمله بس علشان انك تعمل لايكات للناس او تشترك في القنوات، يعني تعمل اكونت لليوتيوب، تعمل اكونت للانستجرام، تعمل اكونت للتيك توك. انا عامل اكونت للانستجرام وربطه بالموقع هنا، تضغط على البروفايل بتاعك بيظهر لك الاكونتات اللي انت رابطها. انا عامل الاكونت ده، ممكن نضغط عليه هيفتح لي الاكونت على الانستجرام. الاكونت ده انا عامله ليه؟ علشان بس اعمل المهام دي وعلشان اقدر اكسب من المواقع دي، بربطه دايما بالمواقع. انت كل اللي انت محتاج تعمله انك تضغط على اد اكونت، بعد كده تختار الاكونت اللي انت هتربطه، هتربط اكونت انستجرام ولا تيك توك ولا ثريدز ولا فيكي ولا يوتيوب واي منصه من المنصات دي. تختار مثلا انستجرام، هتبدا تحط هنا اللينك بتاع الانستجرام بتاعك، تجيب اللينك منين، تضغط على البروفايل بتاعك، تاخد لينك الصفحه اللي هي الصفحه دي اللي انت فاتحها دي، تاخد اللينك بتاعها، بعد كده ترجع تحطه هنا وتقول له اتاتش، بيبدا ان هو يعمل تشيك، بعد كده بيضيف الاكونت بتاعك في حسابك في الشركه. طبعا هو مش هيرضى يضيفها عشان انا ضايفه اوريدي وشغال. فالموضوع سهل جدا، مش بيحتاج منك اي حاجه غير انك بتحط لينك الاكونت بتاعك وبتبدا تشتغل على طول. فانا بما اني رابط الانستجرام بس، هنبدا ان احنا نشتغل على الانستجرام واوريك طريقه الشغل عامله ازاي. كمثال هنبدا ان احنا نخش على اي تاسك من التاسكات دي. هنا عندك في الانستجرام في تاسكات فولو وفي تاسكات لايك وفي تاسكات كومنت. اسهل تاسكات اللي هي اللايك، بتخش تعمل لايك على فيديو، لايك على صوره، لايك على بوست، او انك تخش تعمل فولو للناس. اكتر تاسك بيديك فلوس او اكتر تاسك سعره عالي هو الفولو، فبتضغط على فولو، بعد كده بتضغط على التاسك بالمنظر ده، اي تاسك يظهر قدامك تضغط على الرقم او المبلغ اللي انت هتاخده من التاسك، بعد كده يفتح لك الصفحه بتاعتك على الانستجرام ويفتح لك الاكونت بتاع المعلم. هتبدا انك تضغط على فولو، استنى حوالي 5 ثواني او 10 ثواني، بعد كده بتبدا انك تخرج من الصفحه او بتقفل الصفحه. فبقفل الصفحه بالمنظر ده، بعد كده بضغط على كلمه تشيك. لما اضغط على كلمه تشيك هو هنا بيتاكد انت عملت الفولو فعلا ولا بتضحك على الموقع. فطبعا انت لو ما عملتش الفولو مش هتاخد اي ارباح. هو بياخد له 5 10 ثواني بيتشيك، بعد كده هتلاقي المبلغ زاد. افتكر ان المبلغ بتاعنا 14 دولار بوينت 1.3998. هنا جاب لنا رساله، الرساله طبعا احنا عايزين نترجمها للانجليش علشان نفهمها. انا مش فاهمها بصراحه، بس عامه لما يجي لك الرساله دي استنى 5 ثواني واضغط على تشيك مره ثانيه. دي معناه ان هو ما عرفش ان هو يتاكد انت عملت الفولو ولا لا، او عملت التاسك ولا لا، فتضغط على تشيك مره ثانيه بيبدا ان هو يتاكد، وغالبا في المره الثانيه بيقبل معاك. طيب تعالوا على ما يقبل نخش على تاسك ثاني. تبدا انك تضغط برضو على العلامه دي، بيبدا ان هو يفتح لك صفحه الانستجرام زي ما انتم شايفين. قبل معايا، بيبدا ان هو يفتح لك صفحه الانستجرام، تبدا انك تعمل فولو. بعد كده زي ما انتم شايفين في ناس عرب شغالين على الموقع، يعني في عرب معلنين وشغالين على الموقع برضو، فدي حاجه كويسه، موقع كبير، موقع انترناشونال، ناس كثيره شغاله عليه. بعد كده بتبدا انك تضغط على تشيك، ممكن تسيب الصفحه مفتوحه لحد ما يقول لك ان المهمه تمام ويضيف لك المبلغ، بيكون افضل. طيب هو تقريبا في مشكله في الموقع دلوقتي ان انا بعمل تشيك والتشيك ما بتتعملش وما بيضافش الرصيد، لكن زي ما انتم شايفين انا عندي في الرصيد بتاعي شغال اصلا اوريدي عليه، واخر مره اشتغلت عليه هو كان من يومين تقريبا وكان الموضوع شغال. فتقريبا في تعليق في الموقع، بس عامه دي طريقه الشغل اللي انا وريتها لك. كل اللي انت بتعمله هو انك بتخش تعمل التاسك بتاعك، تضغط على اي شخص، طبعا بتخش على الفولو، تضغط على اي شخص بيفتح لك الاكونت بتاعه، وبعد كده بتبدا انك تضغط على فولو، بعد كده بتستنى شويه 5 ثواني 10 ثواني وبتبدا انك تضغط على كلمه تشيك، والمفروض ان هو يضيف لك الرصيد بتاعك
في الخانه بتاعت راسي. لكن زي ما قلت لكم الموقع دلوقتي فيه معلق او في حاجه، ممكن كمان ساعه نجرب ولا حاجه يكون شغال، ولكن دي طريقه الشغل. فبتضغط على تشيك، بعد كده بيبدا يحمل، المفروض بيقرا انك عملت فولو، بعد كده بيضيف لك الرصيد بتاعك. طيب دي كانت الطريقه الاولى اللي ممكن تكسب بيها من الموقع. الطريقه الثانيه هي المسابقات. الموقع ده بيعمل مسابقات قويه جدا تقدر انك تكسب منها. لو دخلت هنا على علامه الكاس دي هتضغط عليها، هيبدا ان هو يفتح لك المسابقات المعروضه دلوقتي. طبعا انا في مسابقات خلصت اتعملت وخلصت، ولكن انت كل فتره بينزل مسابقه، المسابقه دي بتبقى برقم كبير، يعني ممكن مسابقه تكسب فيها 10 دولار، مسابقه تكسب فيها 5 دولار، في حاجات توصل ل 100 دولار. فاتاكد انك تخش تشوف المسابقات دي كل فتره، وبعد كده اخر حاجه عندك هي الافيليت. ففي الافيليت هنا بيديك اللينك بتاعك، كل ما بتنشره للناس والناس بتيجي تشتغل فبتبدا انك تكسب من الموقع. انا زي ما انتم شايفين انا اصلا ما دعيتش الناس بقالي كتير، فعندي دلوقتي الربح من الافيليت زيرو، ولكن انت تقدر انك تشتغل وتبدا انك تدعو ناس، وبعد ما تدعو ناس بتوصل النسبه بتاعتك لحد 50% على حسب تفاعل الناس وعلى حسب الريفرنس او على حسب الاحالات اللي انت بتجيبها. طبعا انا كسبان قبل كده من احالات مبلغ محترم، ولكن ده كان من فتره، من اكتر من سنه تقريبا، لما كنت شرحت الفيديو اول مره خالص. طيب دي كانت طرق الربح من الموقع. طبعا طرق الربح من الموقع كتيره جدا علشان السوشيال ميديا اللي عليه كتير، لكن انا شرحت لك الانستجرام بس. انت ممكن تقدر تكسب اضعاف اللي انا بكسبه من التاسكات دي عن طريق انك تربط كل السوشيال ميديا بتاعتك هنا وتبدا انك تشتغل عليها. طيب دلوقتي تعالوا نسحب الارباح بتاعتنا. زي ما انتم شايفين نقدر نسحب الارباح عن طريق البير او عن طريق البيرفكت ماني. بياخد كوميشن 5% على البير. طبعا بنروح نجيب رقم المحفظه بتاعتنا من البير اخره 68، ناخده كوبي، بعد كده بنبدا نربطه بالموقع. تضغط على تشينج وتربطه، لكن انا اوريدي ربطه، هو ده الرقم بتاعي. ببدا ان انا احط المبلغ اللي انا عايز اسحبه هنا، انا هكتب 14 دولار، بعد كده ابدا ان انا اضغط على سبمت. بيقول لي هنا ان انا هيوصلني 13.3، لان زي ما قلت لكم بيسحب 5% عموله للموقع. بضغط على سبمت ريكويست، بيبدا ان هو ينزل لي الريكويست بتاعتي هنا، والمفروض في خلال 24 ساعه بالكتير قوي يوصلني المبلغ على الباي. وزي ما انتم شايفين انا ساحب قبل كده منه ارقام محترمه جدا، زي ما انتم شايفين دي الارقام اللي انا ساحبها منه قبل كده. فالموقع شغال كويس وبيكسب كويس جدا جدا للناس اللي بتركز فيه. طيب ودلوقتي تعالوا نشوف مين اللي كسب معانا في مسابقه الفيديو اللي فات، واللي كانت على 10 دولار لاجابه السؤال اللي في الفيديو. كان السؤال هو ان انا قلت كام مره كلمه دولار في خلال الفيديو، فده كان الفيديو. خدنا اللينك بتاع كوبي وحطيته هنا، وهبدا ان انا اختار الفائز بتاعنا. هضغط على ستارت ونشوف مين الفائز اللي جاوب الاجابه الصحيحه. زي ما انتم شايفين اللي كسب معانا حساب اسمه ابراهيم، وبيقول ان انا قلت كلمه دولار 20 مره، ولكن للاسف الاجابه مش صحيحه، انا قلت اكتر من 20 مره. تعالوا نشوف الفائز بتاعنا، تعالوا نشوف نعمل محاوله ثانيه ونشوف مين اللي كسب معانا واللي قال الاجابه صحيحه. زي ما انتم شايفين طلع شخص قال ان هو الاجابه 25 مره، وده الاجابه الصحيحه. فيا ريت لو انت شايف الفيديو ده تكلمني على التليجرام، وان شاء الله يوصلك الهديه بتاعتك على البيت. طبعا لو عايز تكسب انت كمان في الفيديو ده 10 دولار، جاوب على السؤال بتاع المسابقه اللي ظهر لك في اول الفيديو، وان شاء الله تكسب معانا في الفيديو اللي جاي 10 دولار على البيت. وبس كده، وبكده اكون خلصت فيديو النهارده وشرحت لك موقع من افضل المواقع اللي ممكن تجمع منها راس مال. وطبعا الموقع صادق 100% مش محتاج اثبات سحب، ومع ذلك انا هنزل لك اثبات السحب في منتدى القناه. فتاكد انك تشترك وتفعل زر الجرس على الكل علشان اول ما انزل البوست يوصل. لو عايزين مواقع من دي كتير حط لي لايك على الفيديو علشان اعرف عدد الناس اللي عايزه مواقع من دي كتير. ولو الفيديو ده وصل لاكثر من 1000 لايك فانا هجيب لكم موقعين، مش موقع واحد، اقوى من الموقع ده علشان تقدر تجمع منهم راس مال. وبس كده، دي كانت كل حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.